بهالفيديو رح نشوف أهم الأخبار اللي صارت بعالم اليوتيوب هالأسبوع. إنه من فترة تهكرت صفحتي الفيسبوك وصاروا الهاكر ينزلوا عليها شغلات أبدا مو منيحة. اللي صيح اللي دمع اللي كل شيء رح تشوفه كل شيء. ماكسي صورنا ستوريز وهالقصص لأنه حابين هيك ننبسط كثير بالجو ونرقص ونهاي. قلبي مبروك مبروك مبروك. هالأسبوع كان مليء بالاحتفالات، من بينها كان احتفال يارا عزيز بعيد ميلادها 21 مع أصدقائها المقربين بدبي، فكان من بينهم صديقها إسلام وغيث مروان ونارين بيوتي وزياد وسارة، فما شفنا عدد كبير من الستوريهات من هاي الحفلة، فوضحت يارا السبب من خلال هذا الستوري. So basically ما كثير صورنا ستوريز وهالقصص لأنه حبينا هيك ننبسط كثير بالجو ونرقص ونهيص، بس نحن رح ننزلكم فيديو على اليوتيوب إن شاء الله يا بكرة يا بعد بكرة، صورت لكم فلوغ. أما ثاني احتفال فكان حفل عيد ميلاد روان وريان 14، فحضر عدد كبير من اليوتيوبرز والصحفيين لهالحفل، من بينهم كان مو فلوغز وأحمد النشيط وأحمد وسالي وهيلة تي في وشاهد وسيماد ورنا الدلاتي وجودي، وهيك كانت الأجواء. رغدة احتفلت كمان مع أصدقائها بالأردن بمناسبة تخطيها لحاجز 4 مليون متابع على انستغرام، ففاجأوها بهالكيكة واحتفلوا مع بعض وهيك كانت الأجواء. حياة قلبي مبروك مبروك مبروك، يا حياة قلبي مبروك، الفرحة فرحتنا والجمال جمعتنا شو حلو. حفل أنس الشايب بدبي بمناسبة 3 مليون مشترك على يوتيوب أثار الجدل وجمع عدد كبير من اليوتيوبرز بمكان واحد، من بينهم كان مو فلوكس ونارين بيوتي ودايلر لأول مرة وأسامة مروة وأحمد النشيط وصفا سرور، فكانت الأجواء جد رائعة. هاي من وين بتتقطع؟ من هون؟ لا 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 لا. يلا روح يلا مو محتاج حاجه تقولي سلام جميل. واحد اثنين ثلاثة. انت الغنية بيسو يا الله البيسو اقل واحد اليوم شفتها. انا بيسو يعني مش عارف شو بدي احكي لكم، يعني في كثير كلام من قلبي بس خليني هيك ارتبه. سعودي ريبورترز شاركوا فرحتهم من خلال الستوريهات من بعد ما نشر حساب يوتيوب الرسمي على انستغرام بوست عنهم. حبيت اقول الله يسعدكم ريبورترز، شكرا، يعني كل رسائلكم تقول عبد الله قول ايش فيه، ايش سوينا مصيبه، بان الماسك ولا لا. المهم قلتوا طلعتوا في اليوتيوب لاست بوست، قلت وات، فحطيت الرياكشنز هذه. الله يسعدكم زي ما سعدتونا. ريبورترز حساب يوتيوب الاصلي نزل ساعه ريبورترز. او ماي جاد، جنب الامريكان جنب اليوتيوبرز، احنا صرنا اجانب خلاص. عبد الله انت شفت ريبورترز؟ انت شو انا دوي شايف الحين يوتيوب تزع عبد العزيز وانا بدي ساعد ريبورترز. جست وانت تو سي ثانك يو سو ماتش فور بوستينج اس اون يور اكاونت، ثانك يو فور اولويز بيليفينج ان اس، ثانك يو فور سبورتينج اس، وي لاف يو اند ويل اولويز لاف يو. يوتيوب فور لايف. جبت امها خلاص حسب من جنوب خلاص انت. احتفل أبو فلا بال 19 مليون مشترك على يوتيوب بفيديو مدته 25 دقيقة، شارك من خلاله مشاعره وشكره وامتنانه لمتابعينه ومساندتهم لإله، وشارك الجوائز والأعمال الخيرية اللي رح يقوم بها بهالمناسبة، واللي من بينها التكفل بالمستلزمات الدراسية ب 19 صف بالدول اللي تعاني من أوضاع اقتصادية كتير صعبة، ووثق لحظات الاحتفال مع أصدقائه وكيف فاجأهم بسيارات جديدة لإلهم. كارولين مارليني صارت متواجدة حاليا بدبي، فاحتفل أصدقائها صقر ورنا الدلاتي ومو فلوكس بمناسبة قدومها لدبي بمطعم. لا 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 لا
يا جماعة سوينا الكارولين عيد ميلاد وهمي. نورمان رجع من جديد لتركيا من بعد ما ضل لمدة كتير طويلة بدبي. ما جيت لهون كانت ردة فعل أسطورية، بحياتي ما شفتك ردة فعل، كانت مفاجأة ما حدا بيعرف نهائيا. اللي صيح اللي دمع اللي كل شيء راح تشوفه كل شيء يوم السبت، بس مهم إذا وصل هذا الفيديو روح شوف ستوري. عودة ياسو تي في ووسام تيكت للتصوير مع بعض كانت صادمة للجمهور، فصوروا فيديوهين مع بعض نزلوا على قناة فافا نابولي على يوتيوب. تايلر شارك فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان ماما واللي عبر من خلالها عن فترة تواجده بالسجن، والكلمات كانت رسالة لأمه، حيث أجمع الجمهور أنه هذه الكلمات والفيديو كليب كتير حساسة. بيسان إسماعيل وبيستوري على إنستغرام كشفت أنه صفحتها على فيسبوك تهكرت، واللي هكرها صار ينزل فيها أشياء غير لائقة ولكن استرجعتها آخر فترة. هاي حبايبي كيفكن شو أخباركن؟ حبايبي بدي أحكي معكم بموضوع إنه من فترة تهكرت صفحتي الفيسبوك عليها تقريبا مليون وشوي، وصاروا الهكر ينزلوا عليها شغلات أبدا مو منيحة. أنا هون جنيت كتير، انزعجت وانقهرت وحكيت مع كتير عالم، عملت المستحيل لحتى يرجعها، حتى ما خبرتكن إلكن عنها لأنه كتير كنت عم حاول ومتوترة. ومن أسبوع حكيت مع الصوفي. طبعا اليوم الحمد لله رجعت الصفحة. أنس وأصالة بكتاب جينيس للأرقام القياسية بأكبر حفل معرفة جنس الجنين ببرج خليفة، فشاركوا فرحتهم بهذا الإنجاز على إنستغرام. نارين بيوتي وغيث مروان أثار الجدل بهذا الفيديو اللي انتشر بشكل كتير كبير، واللي نزله غيث مروان على صفحته على إنستغرام، حيث انصدم الجمهور من هذا اللقاء، خاصة أنهما ما صورا مع بعض من فترة طويلة من بعد المشاكل اللي صارت آخر فترة. أسامة مروة ودايلر وأحمد النشيط وصفا سرور عم بيحضروا لمفاجآت جديدة، حيث شاركوا بعض من الكواليس التصوير وركزوا أنهم ما يطلعوا صوت الموسيقى بالستوريهات. فشو هي توقعاتكم بخصوص هاي المفاجأة؟ اكتبوها بخانة التعليقات. عندنا شيء راح يبقى على الصورة قريب، راح تعرفونه، وشيء مفاجأة من جد متحمس حقها، وأكيد أنت راح تتحمسون حقها قريب. مين يتوقع شو اللي قاعدين نسويه؟ ليش انت لونك احمر حبيبي؟ هذا حظ ربي. يا سلام. لا انسب سكرايب. لا ولا حسيت فيها، ما حسيت فيها بس انت وقت. عندنا عزوز دايلر، اهلا. شنو عندنا اليوم؟ اليوم اي عندنا خطبه انس وبيسان. كل مره تصوير ما نقول. لا ما نقول. أوكي. ما نقول. نقول لا ما نقول. سمعهم؟ لا 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 لا. عمل. قريب. قريب جداً. شوف أول شيء عندنا أغنيتك. أغنيتك متى راح تنزل؟ خميس. روحوا شوفوها بقناته. وبعدين تعرفوا كل شيء. بعد ما ينزل نقول. نقول لكم خلاص.